تزامنا مع بداية انعقاد قمة دول الجوار التي تستضيفها القاهرة، يبدو الوضع الميداني هنا يتصاعد منذ صبيحة اليوم أو منذ فجر اليوم. هي كانت اشتباكات وانفجارات كبيرة شهدتها منطقة شرقي الخرطوم هنا، ولا تزال الأصوات تتناهى إلى أسماعنا. هذا الأمر يأتي بمحاذاة حركة عمليات واسعة يقوم بها الجيش السوداني في عدة مناطق من العاصمة الخرطوم، الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان. ففي بديرة بحري كان هنالك التحرك المكثف يوم أمس للجيش السوداني عبر قوات المشاة وقوات العمل الخاص التي دخلت إلى بحري عبر عدة محاور، بالإضافة إلى بعض الطلعات الجوية التي ينفذها سلاح الجو السوداني عبر شرقي الخرطوم وجنوب شرقي الخرطوم وجنوب الخرطوم وبعض المناطق من جنوب أمدرمان. هذا الأمر يأتي في وقت تتصاعد فيه الآمال بقمة دول الجوار التي طيب تستضيفها تحديدا القاهرة. بالنسبة لهذه النقطة، الآمال يعني ما يأمله السودانيون من قمة دول الجوار اليوم بالقاهرة؟ نعم، الترحيب على المستوى المحلي أو المستوى السياسي هنالك ترحيب كبير وآمال تتصاعد في نجاح هذه القمة التي أتت في وقت صعيب للغاية وفي وقت اشتدت فيه على العمليات العسكرية في عدة مناطق، في وقت تقول فيه منظمات الهجرة الدولية أن نحو 3 ملايين سوداني قد خرجوا من ديارهم ما بين نازح ولاجئ. قمة القاهرة، ربما أن القاهرة ذاتها هي تحظى بثقة طرفي الصراع في السودان ما بين قوات الجيش والدعم السريع. قوات الجيش أو الحكومة السودانية الآن تمثل بنائب مجلس السيادة مالك عقار، بالإضافة إلى وزير الخارجية المكلف علي الصادق. أيضا هنالك تصريحات خلال الأيام السابقة من سياسيين لقوات الدعم السريع رحبوا فيه باستضافة هذه القمة. أيضا بعض القوى السياسية هنا رحبت باستضافة هذه القمة باعتبار أنها تأتي في اتجاه إيقاف الحرب نعم. والتنسيق بين المسارات السياسية المختلفة التي شهدتها عدة مناطق خلال الفترة السابقة، أو عدة منابر مثل منبر جدة ومنبر الإلقاء اللي قال. كما تعلمين نعم. كوثر أن الأمر هنا لا يأتي من قبيل إيقاف الحرب أو توقيع اتفاق، وإنما هي رسم صور سياسية أو رسم خارطة إلى الأمام لكيفية إنهاء الحرب مع نعم وضع خطط معينة للمسار السياسي نعم الموجود في السودان.